الطفل البالغ من العمر 10 سنوات هل يجوز أن تكشف أمامه المرأة إذا كان من غير محارمها؟ إذا بلغ الطفل الحلم لأن ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ، إما بأن أنزل منيا بشهوة، أو أنه أنبت شعرا خشنا حول القبل، أو أنه تم له 15 سنة. حدها العلامات الثلاث هي علامات البلوغ، أي واحدة حصلت فإنه بالغ. نعم.